هلا والله، قصتنا اليوم غريبة عجيبة، فيها كسر وفيها جبر. سبحان الله، سبحان جبار الخواطر. هذا واحد سوداني اسمه إبراهيم، راح يشتغل في العراق ويكون تجارة في المقاولات. في سنة 1989 في الثمانينات كانت العراق فيها طفرة، فيها خير. هالسوداني ما شاء الله كون نفسه في العراق ووقف على حيله وأصبح مو تاجر كبير، تواجر يعني واقف على حيله، وبدأ يطلب مناقصات حكومية. لكن عندهم في نظام العراق في ذاك الوقت، علشان تاخذ مناقصات وعقود كبيرة لازم يكون معاك شريك عراقي. إبراهيم عنده طموح ويبغى يحقق ذاته من خلال نجاحاته داخل هالعراق وداخل هالخير اللي موجود في العراق. إبراهيم هذا التاجر السوداني قاعد يسأل الناس في العراق: أنا عندي مشاريع، أبغى أحد عنده طموح زيي، أبغى أدخل معاه شراكة. فواحد من أصحاب إبراهيم السوداني رجل عراقي دله على مين؟ على رجل عراقي. قال له: أعرف لك واحد عراقي، هالواحد عراقي اسمه واصل، وواصل هذا عنده رأس مال صغير ويبغى يشغله، بس ماله في التجارة ويبغى رجل، ويبدو أنه أنت وياه نصيبكم تشتغلون مع بعض، وهو لايق عليك وانت لايق عليه. تعال اعرفك على واصل، وخذ واعطي مع واصل، والله يكتب لكم الخير. ابراهيم اخذ صاحبه هذا العراقي وجلسوا مع هذا العراقي اللي اسمه واصل، ومن هنا بدأت القصة تاخذ منحنى اخر. جلس ابراهيم هذا السوداني التاجر مع واصل، وياخذ ويعطي معاه في الكلام، واتفقوا وحطوا النقاط على الحروف ورتبوا الدنيا وجعلوا آلية مرتبة لتجارتهم، وبالله التوفيق. بس في نقطة شوشت على التاجر السوداني إبراهيم شوية، إنه واصل شريكه العراقي أصلا طلع واصل، طلع ضابط مخابرات عراقي وعنده سلطة وعنده نفوذ، وفرح وخاف في نفس الوقت. فرح لأنه العلاقات والأمور والتجارة محتاجة سند، بعد الله على أرض الواقع يسندك، وما بالكم إنه السند هذا شريكه. في نفس الوقت خاف إنه ضابط ومخابرات، بس قال أعقلها وتوكل، وتوكل على الله إبراهيم. وبدأوا دخلوا مشروع ورا مشروع ورا مشروع، وما شاء الله حلت البركة على شركتهم، وأصبح لهم اسم في السوق. وفي يوم من الأيام الساعة 1 بالليل يتصل حارس المستودعات العراقي على مين؟ على إبراهيم السوداني. ألو، في ناس عندي هنا معاها أسلحة، تقول لي أترك المستودعات واطلع بسرعة. ويش الدبرة يا إبراهيم؟ إبراهيم وقتها كان ساكن عزوبي لوحده، زوجته وأبناءه نزلوا إجازة للسودان، والساعة 1 بالليل، وزمان ما في جوالات، تليفونات ثابتة، شو الدبرة، شو السوات، ما يدري مين هذول، مين إيش يبغون، ما أدري. أخذ نفسه وراح. أول ما دخل عليهم لقي ناس عندهم أسلحة واقفين، بس ما عليهم زي عسكري. مين أنتم؟ قالوا: أنت إبراهيم؟ قال: نعم أنا إبراهيم. قالوا: الآن تترك المستودعات على حالها وباللي فيها، انت والحارس واطلعوا برا. طيب اعطوني التليفون، اكلم شريكي، شريكي ضابط. قالوا: ولا حرف، ممنوع تستعمل التليفون، اطلع برا. ابراهيم انهبل وصار يضرب 5 في 6 ويسأل نفسه 1000 سؤال وما عنده جواب. يبغى يكلم مين؟ يبغى شريكه الضابط يفزع له، لعشان عنده نفوذ وضابط، يعني ما طبيعي انه هذا اوانه اصلا من المغزى ومن التجارة كلها، السند بعد الله سبحانه وتعالى. على طول إبراهيم قال للحارس العراقي اللي على المستودعات: خليك برا واقف في الشارع، لا تسوي لهم شيء، بس انت خليك مراقب، ياخذوا شيء يعملوا شيء بلغني، انا بروح البيت اتصل من تليفون البيت على واصل شريكي، وعلى الله تيسير الامور. اخذ نفسه إبراهيم وعلى عجاله دخل البيت، يتصل المكالمه الاولى ما يرد، الثانيه ما يرد، لحد الخامسه او السادسه رد عليه واصل. ألو يا واصل، أنا إبراهيم، ألحق، في ناس حطوا يدهم على المستودعات، ألحقني. قال له: ليش تكلمني في وقت متأخر زي هذا؟ انصدم إبراهيم من رد شريكه. قال له: أقول لك، إحنا أنا عارف إنه إحنا الساعة 2 في الليل أو 3، بس في ناس حطوا، مين أنت تبعك؟ أنت أرسلتهم؟ هذول تبع مين؟ عندك معلومة؟ قال له: أنت بكل عقلك تكلمني في وقت متأخر زي هذا عشان موضوع تافه زي هذا؟ انصدم إبراهيم صدمة عمره من رد شريكه. إبراهيم من غير ما يحس قال لشريكه واصل العراقي الضابط:
قال له الموضوع يتحتم من ضرورته، لو اجيك ادق الباب اصحيك تصحالي، احنا في مصيبه، ولو اضطر الامر ادخل لغرفه النوم اصحيك تصحالي. قال له واصل العراقي الضابط، كيف؟ مين انت تدخل علي غرفه نومي؟ ما صدق لقيله دخله يدخل علشان يثبت فعلته اللي فعلها. قفل السماعه في وجه ابراهيم. إبراهيم من الساعة 2 في الليل لين بعد الفجر هو يلف في الغرفة في بيته، مو عارف ايش يسوي من هول المصيبة. تجارب ملايين ما بين عشية وضحاها راحت منه، ولا هو عارف ومصدوم من ردة فعل شريكه، ولا هو قادر يأكد الشك انه حط يده على تجارته ويبغى ياكله، ولا شيء. سوى له كوب قهوة وقاعد يشرب، والساعة 6 الصباح دق الباب على مين؟ على إبراهيم السوداني. دخل عليه ناس معهم أسلحة وفي يدهم كيس أسود. أنت إبراهيم؟ نعم أنا إبراهيم. كلب شو حطوا الكيس الأسود على راسه، مو شايف قدامه، وامشي معانا بنبرة تهديد. إبراهيم هنا نسي موضوع التجارة والملايين اللي راحت، ومركز في المصيبة هذه اللي حصلت له، إنه ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. للأسف أخذوني يقول في بغداد، وين ما أعرف. أول ما دخلوني هالمبنى نزلوني 11 درجة، عديت الدرج وأنا نازل، يعني دخلوني بدروم في دائرة حكومية، أنا مخطوف عند عصابة. يقول مو عارف، حطوني في غرفة، ما أخذوا جوازي ولا أخذوا مني أي إثباتات ولا كل أشيائي معايا، ما شلحوني ولا شيء، ولا حد يرد علي. إلين ثاني يوم الصباح قربت على الباب حق الغرفة اللي أنا فيها مسجون، وصحت بصوتي كله، يعني إيش هذا؟ راميني، مغمين علي، مكلبش، مو عارف شو السالفة، ما حد كلمني، ما حد اتهمني، ما دافعت، ألف سؤال وسؤال داخل إبراهيم ما يدري شو السالفة. إلى أن فتح الباب. أول ما فتح الباب من دخل؟ دخل شريكه واصل، وعرفه من صوته. قال له تدخل على مين غرفة النوم؟ ترك الموضوع الأساسي وراح للفرع اللي قلت لكم عليه والدخلة اللي لقاها ودخل فيها على شريكه. سكت إبراهيم من الخوف والرهبة، ما عرف يرد. قال له رد، تدخل على مين غرفة النوم؟ قال له يا واصل، مو بالمعنى المستفز اللي انت فهمته، بمعنى انه للأمر ضرورة، مو معناها اني اتطفل على حرمات بيتك. واصل هنا تنرفز وعلي صوته، ودخلوا الضباط كلهم ومسكوا واصل، وواصل طردهم برا وما تكلم مع إبراهيم، وأعطى أمر سمعه إبراهيم فيما معناه إنه ضبطوا الراجل. ومن يومها لمدة 25 يوم ما يأكل غير بوجبة واحدة، ولا يدخل الحمام وانتو بكرامة إلا مرة واحدة، وكل يوم يداومون عنده اثنين يضربوه ضرب لين يبكي، كل يوم كل يوم، إلى أن اكتشف أنه في فرق بين اثنين واثنين. الاثنين اللي يجون اليوم مثلا السبت ضربهم حنين، ويخلون إبراهيم يطلع أصوات من غير ما يوجعوه، يأفلمون، يجبرون في خاطر اللي برا. والاثنين اللي يجون يوم الأحد فيهم واحد يعامل إبراهيم كأنه جاسوس ومسكوه، ما كأنه شريك لضابط زميله. على هذا الحال اثنين يرخون واثنين ضرب عذاب. إبراهيم وقتها عمره 55 سنة ونص، شعره أبيض ومو صغير، وعزت عليه نفسه. إبراهيم إيش يقول؟ يقول لو يبغى تجارتي ياخذها، كف واحد وذل وإهانة ما أبغى، خذ كل الملايين قصاد تديني كف واحد وتهينني وتذلني. طبعا ألف تحية لكل بني آدم شامخ وكرامته عنده بحياته. إبراهيم لما قال هالكلام توقع وتوقع خاص، هذا ديدن الشعب السوداني، هم كذا هم كذا، خليني أموت جوع بس ما أموت قهر. طبعا ولا يهونون باقي كل الشعوب، وكلكم راح تتفقون معايا، لأنه أكيد في حياتكم سودان مثل السودان خير تمثيل، الله يبارك لهم. المهم إلى أن في يوم من الأيام دخل هذا الشرير اللي مع زميله. إبراهيم يقول من كثر الألم والقهر والضرب اللي كل يوم، أول ما دخل هذا الشرس علي بكيت لا شعوريا، تقدرون تسمونه قهر، وجع، غل، حقد،
ما أعرف. يقول بكيت وهو داخل علي قال لي تسوي نفسك مسكين ما كأنك سويت مصيبة. يقول قلت له أنا وش سويت؟ أنا ذنبي إن أنا شريك ضابط. يقول طالع فيا كذا وتغيرت ملامحه بس كمل ضربني. اليوم اللي بعده الفرقة الثانية، اليوم اللي بعده صار يعني ضربه مو قوي لي، إلى أن عد أسبوع كمان ودخلنا فيش في 30 يوم. صار هذا الرجل اللي كان شرس وكان يعامله معاملة الجاسوس يقول له أنت إبراهيم السوداني شريك الضابط الفلاني واصل؟ قال له نعم. قال له يا سبحان الله، صدق إحنا حابسينك هنا على بالنا إنك جاسوس لإسرائيل أو جاسوس لأي مخابرات لدولة معادية للعراق؟ ترى إحنا ما نعرف إن أنت شريك الضابط، وإحنا ممنوع هنا نسأل لأنه الضباط درجات ومو من حقنا كضباط صغار نتدخل في شغل الكبار وننفذ التعليمات. يبدو العلم عند الله أن هذا الضابط لما شاف إبراهيم بكى أول ما دخل حرك في أشياء كثير، وسبحان الله هذا الضابط تغير مع إبراهيم 180 درجة، منع أي أحد يدخل على إبراهيم يضربه، وصارت الوجبة وجبتين، يدخل يتحمم، يدخل الحمام براحته اللي يبغى يسووله. إلين عدت 36 يوم بالضبط أصبح وزن إبراهيم ناقص 30 كيلو من كثر الضرب والغل والحقد والإهانة اللي شعر فيها والملايين اللي طارت. الضابط هذا الساعة 8 العشاء فتح الباب على إبراهيم وقال له جهز نفسك اليوم بنحرك، ونظراته فيها ابتسامة حلوة، فعرفت وتيقنت وجالي إحساس عجيب إنه راح يهربني. يقول من الساعة 8 لـ12 بالليل الساعة تمر عمر 36 يوم في الذل والإهانة، ما أعرف شيء عن أهلي ولا يعرفون عني شيء، ولا أعرف شيء عن تجارتي ولا تعرف عني شيء، وخايف من مصير سيء لأنه دائما دائما ضباط المخابرات الفاسدين بالذات نهاياتهم مؤلمة ويقتلون الناس بطرق بشعة. فأنا راح تفكيري في هذا المنحى بالضبط إنه راح يصفيني علشان ياخذ تجارتي ولا أحد يناقشه في حاجة. الساعة 12 فتح الباب، 2 عسكر حطوا علي الكيس وكلبشوني ودفوني قدام الناس بطريقة على أساس إني ما زلت مدافع. حطوني ورا في سيارة بس أنا ما زلت في بغداد، إلى أن وقفوا ونزلوا 2 العسكر وبيجي معايا مين؟ هذا الضابط اللي تعاطف معايا وقرر يهربني. لين وصلنا عند الكمين اللي على حدود بغداد نقطة التفتيش يعني، وقال لي لا تتحرك ولا تسوي اي رياكشن لحد ما عدينا الكمين وجنب قدام بعده 3 كيلو. قال لي اطلع قدام وفك لي الكلبشة وفك لي الكيس، وبدأ يسولف معايا كأنه حبيب حبيب حبيب، بل سبحان الله جبر خاطر لإبراهيم. إلى أن وصلنا جنوب البصرة يعني 400 كيلو من بغداد، حبا في انتصار هذا الضابط لهذا المظلوم السوداني وخوفا على حياته وتفاني من أجل إرساء الحق. اليوم إحنا مو في جنسيات، إحنا في بشر وفي إنسانيات يا عباد الله. وصلني في بيت كذا في صحراء ورجل عايش وحده في البيت هذا، والرجل هذا مهرب، وقال له هذه الجملة: اليوم بكرة بالكثير هذا الرجل السوداني ينام في الكويت، كم تبغى فلوس؟ قال له هذا المهرب العراقي بكذا. دفع الضابط العراقي من حر ماله تكلفة تهريب إبراهيم السوداني المظلوم ووداه الكويت. وصل إبراهيم الكويت واتصل على أهله واطمن عليهم واطمنوا عليه ورجع للسودان، وكان عنده مبلغ عايش منه من أثناء التجارات كان يحول على السودان، وقف على حيله واتصل على مين؟ على هالضابط المحترم المؤدب، وقال له عليك وجه الله تأخذ المبلغ الفلاني باسمك. المبلغ هذا كان كبير يأمن حياة الضابط هذا ويغنيه عن حاجة للوظيفة مدى الحياة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. القصة هذه فيها مغانم وفوائد جمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة كثيرة، لكني أبغى أتكلم في جزئية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما حد له علاقة في ذنب أحد، ما حد مسؤول عن ذنب الثاني. زي ما كان في ضابط فاسد أكل حق شريكه ظلم وبهتان
وكان يبغى يصفي حياته من نفس الجنسية ونفس العرق ونفس اللون ونفس العمل، كان في ضابط مثل الرحمة الإنسانية خير تمثيل، وأنقذ حياة هذا الرجل السوداني ودفع من حر ماله وغامر بحياته وغامر بوظيفته وغامر بكل شيء من أجل إنه يقول كلمة الحق. سبحانك يا رب، الله يحفظكم ويرعاكم.